اهلا وسهلا بيكم في منصة عرب ارت وبرنامجكم خش على الكوتش. فوز كبير باكتساح لمصر على بوتسوانا باربع اهداف مقابل لا شيء، كما كان متوقع. كمان كان في متوقع فوز مصر، لكن لم يكن التوقع بالفوز الكبير ده، ولكن التوقع بالفوز زاد مع الظروف اللي حصلت لبوتسوانا من امبارح باحتماليات تأخر بوتسوانا أكتر من اللازم، ومن أول تأجيل المباراة من الساعة 4 للساعة 7 بتوقيت مصر، ثم طلب بوتسوانا أصلا تأجيل المباراة لأكتر من يوم، ثم تأخير بوتسوانا النهاردة في الطيارة وطلبها إن الماتش يتلعب الساعة 11 بالليل النهاردة، وكل الأشياء اللي قُبلت بالرفض أدت إلى إن منتخب مصر بنسبة كبيرة جدا كان واضح إن هو هيفوز على منتخب بوتسوانا بسهولة، وإن كل شيء هيبقى سهل بالنسبة لمنتخب مصر. طبعا كابتن حسام ما سماش على منتخب بوتسوانا، ودي حاجة برضو تحسب له. الراجل ما استهونش بالموضوع وما استهترش، ولكن كان في نقطة بسيطة خالص قبل ما نتكلم على أي حاجة. احنا قلنا دايما كابتن حسام بيعمل مفاجآت في التشكيل، يعني امبارح كنا بنقول وبنهزر مع بعض وبنتكلم ان كابتن حسام في اي وقت ممكن تلاقيه منزل اي حد يلعبه في اي حته، ولكن كان على سبيل الدعابه ان هو ممكن يجيب فرويد يلعبه مساك او، ولكن في النهايه ما كانش حد متخيل او حط في التشكيل المحتمل او المتوقع ان كابتن حسام يبدا بخالد صبحي الا الناس اللي تابعت كابتن حسام حسن كتير. انا من الناس اللي ما اتخضتش لما عرفت ان خالد صبحي في التشكيل، ما اتخضتش. كابتن حسام بيعمل الكلام ده، خالد صبحي بعيد واول مباراه دوليه له على ما اعتقد والكلام ده، ولكن ده مش بعيد على كابتن حسام. ذكرنا امبارح انه ممكن يبدا بفلان بعلان، يجيب اي حد يلعبه ومساك، يبدا برمضان بكم، يبدا بحمدي فتحي تاني. ممكن يعني كابتن حسام عنده من الجراءه والتحدي اللي مش عند حد. منور يا محمد، منور اللايف، منور في كل وقت بصراحة. ف كابتن حسام ما سماش وما كدبش خبر يوسف عبد المحسن، رفيقي في اللايف على طول، معايا على طول، بيسأل عليه من الساعة 9 كل يوم، حبيبي يا يوسف. ف قول رأيك معانا بقى في الماتش كده. كابتن حسام ما سماش، ولو أنت تابعت اللايف امبارح احنا قلنا كابتن حسام هيعمل مفاجأة بكرة من غير ما يكون عندي معلومة. كابتن حسام ما بيبطلش مفاجآت، فانت بتلعب برا مصر وبتلعب بوتسوانا والماتش مهما كان سهل هيبقى ممكن يكون صعب على لعيب جديد واول مرة يلعب دولي، ولكن كابتن حسام ما كدبش خبر، بدأ تشكيله العادي. طبعا في حراسة المرمى كابتن محمد الشناوي، قلنا هيثبت الباكين ما فهمش كلام خالص، فبدأ بمحمد هاني ومحمد حمدي وحط رامي ربيعة زي ما اتفقنا، ولكن المفاجأة جت في خالد صبحي. قلنا هينزل مين؟ هل حمدي فتحي؟ هل هيجيب حد تاني؟ هل الكلام ده هل 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 هو كابتن حسام جاب آخر هل وحطها اللي هو خالد صبحي، حطه في السيرد باك، حتى كان مايل ناحية الشمال شوية، وبقى حط حمدي فتحي في مكانه الأساسي اللي هو مع مروان عطية في نص الملعب، يتبادلوا الستة والتمانية وستتين أحيانا وقت ما يكون هو عاوز بس الماتش أو المباراة دي ما اضطرتش كابتن حسام يكون عنده ستتين. محمد صلاح وتريزيجيه وأحمد سيد زيزو، وفي الهجوم أسامة فيصل زي ما توقعنا بالظبط. امبارح برضو في اللايف في آخر يعني 5 دقايق كده اتكلمنا ان كابتن حسام، وانا قلت الكلام ده في اللايف بتاع امبارح ومن اسبوع ولما كنا بنحلل القايمه بتاع منتخب مصر، ان كابتن حسام حتى الناس اللي متابعه حبيبي عمر منور يا حبيبي، كابتن حسام ما بيعتمدش على ان الفرود عنده يحط جوال، وبيعتمد على ان الاطراف الهجوميه عنده قويه جدا، بيعتمد على ان عنده محمد صلاح، عنده زيزو، عنده تريزيجيه اللي كان جايب له جولين في ماتش قبل كده، عنده عمر مرموش، عنده مصطفى فتحي. مش الورق بتاع النهارده ولكن ورق المنتخب ككل. ف برضو كابتن حسام ما يعني ما خلش براينا وما كدب لناش خبر. كابتن حسام بيعتمد
على ان الاجوال تيجي من تحت، وحتى في الاخر خالص منور يا عبقرين والحمد لله على السلامه. طبعا كابتن حسام زي ما احنا بنقول على طول بيعتمد على ان الخط الهجومي التلت الهجومي لمنتخب مصر جبار، الله اكبر، ربنا يعني يحمي اللعيبه كلها. ف ما بيعتمدش على ان انا ارفع للفرويد مثلا واجيب كل الاجوان بدماغي او اعمل سرول للفرويد او او او. اعتقد كابتن حسام حتى في التمرين بتاعه ما عندوش الخطه الهجوميه اللي انا بقعد العب فيها على السنتر فرويد اللي عندي او اتنين فراوده. لا، كابتن حسام عنده في التمرين اللي بيجيب الجول محمد صلاح وتريزيجيه ومرموش وكذا وكذا، وحتى الفرويد بيجيب جون بنفس النسب بتاعه الاطراف الهجوميه عند كابتن حسام. فبرضو فوق مروان عطيه وحمدي فتحي، كابتن حسام هنلاقيه حاطط صلاح وتريزيجيه وزيزو واسامه فيصل قدامهم، التشكيل عادي جدا ومتوقع في ظل اللي موجود وظل اصابه مصطفى محمد وعمر مرموش. المنتخب الصراحه عمل مباراه كويسه في من اول بدايه المباراه، ما شكلتش خطوره، المباراه كانت في المتناول، مصر عملت اللي هي عايزاه، حتى كابتن حسام نفسه يعني في المستوى وطريقه يعني سير المباراه مشي بالدقيقه زي ما هو عاوز، اللي اطمن على لعيبته، عمل اللي هو عايزه، عمل حتى اللي في الملعب، يعني طريقه الـ زي ما بيقولوا طريقه تغيير التاكتكس اللي هو عايزه على قد ما كان محضر، هو قدر يغير في الملعب وقدر يشوف لعيبته عامله ازاي. الماتش قد ما هو كان احتماليه انه يبقى صعب على خالد صبحي كانت قليله، ولكن الحمد لله ده ما حصلش، والماتش عدى على خالد صبحي بسلام وثبت رجله كلعيب كويس جدا. عمل ماتش كويس خالد صبحي الصراحه. حتى الاهداف بتاعت منتخب مصر كانت كويسه، يعني الهدف الاولاني بتاع تريزيجيه كان هو اللي فولو من محمد صلاح ولكنها كانت هجمه كويسه جدا. الهدف الثاني طبعا كان من برضو تريزيجيه، بس كان ثرو من نص الملعب جميل جدا على ما اعتقد كان رامي ربيع اللي عامله، ولكن هو ثرو تحفه طبعا ملعوب من نص الملعب، ثرو جميل جدا وكره يعني ملعوبه بشكل جميل وروضها كويس جدا جدا تريزيجيه، يعني على طريقه الكبار، وهو لعيب كبير جدا بصراحه وحطها بشكل كويس. هو جول برده صلاح هو اللي كان يعني كده في خطا من خط الدفاع وحارس المرمى، يعني كان على قده في الهدف ده، ولكن ربنا يعني ايه كلل كده مجهود محمد صلاح في الهدف زي ما بنقول. والهدف الاخير كان برضو اختراق لابراهيم عادل، ادى الكوره لمصطفى فتحي عشان يحط اللمسه الاخيره في الجول، فالماتش كان في المتناول زي ما احنا بنقول، وكان ماتش اشبه بال يعني التقسيمه القويه شويه بين اللعيبه. حتى كابتن حسام لما جه غير اللعيبه، يعني غير ثلاث تغييرات مع بعض على طول، فمنتخب مصر طلع زي ما احنا بنقول طلع محمد حمدي وتريزيجيه ومحمد صلاح في دقيقه واحده يعني مع بعض في تغيير واحد، نزل ابراهيم عادل والنني واحمد نبيل كوكا، وبعدها بحوالي 7-8 دقائق نزل ناصر ماهر بدل زيزو ونزل مصطفى فتحي بدل حمدي فتحي. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر الفترة الجاية، وبنبارك لمنتخب مصر على الفوز. طبعا كابتن حسام حسن عايزين نقول في حقه حاجة، انت معاه، انت ضده، هو ماسك منتخب مصر لازم تدعمه، لازم واحنا بننتقده ما نكونش بننتقده عشان ننتقم منه، احنا عايزين نقومه ونساعده. عايزين منتخب مصر يبقى كويس وموقفه كويس ويبقى منتخب مصر فوق على قد ما نقدر. منتخب مصر لعب 6 مباريات مع كابتن حسام حسن، فاز في 4، تعادل مباراة، خسر مباراة، يعني معدل كويس، ولكن يعني ممكن نقول ما كانش فيه ماتشات صعبة قوي لسه، يعني لسه ما لعبناش مغرب، جزائر، تونس، نيجيريا، كاميرون، كوت ديفوار، سنغال، الكلام ده احنا لسه قدامنا شوية على ما نلعب الناس دي، ولكن في المتناول
كابتن حسام اللي قدر عليه يعمله. طبعا لازم يحل المشاكل التانية، علشان احنا عندنا مشكلة احمد حجازي مش مشكلة سهلة، اللعيبة الكبار بيقفوا مع بعض، وانا قلت المشكلة دي قبل كده، الناس اللي لعبت كورة هي اللي حاسة بيها. اللعيبة الكبار عندهم جروب واتساب مع بعض بيتكلموا، ده لما بيبقى زعلان ده بيقف معاه، وده بياخد موقف، وده بيعمل كذا، وده بيعمل كذا. المواضيع ما بتبقاش سهلة وما بتعديش مرور الكرام، خصوصا ان كابتن حسام بيدرب كويس، بيشتغل وبيجتهد وبيدي اللعيبة يعني فوق اللي هو يقدر يديهم يديهولهم. بس كابتن حسام لما بيقفل من حد ما بيعرفش يستخدمه. يعني في مدرب مثلا، انا ممكن اكون ما بحبش اللعيب ده، بس اللعيب ده كويس وكفء والمفروض يلعب المباراة دي عشان هيكسبني، ومجتهد في التمرين وحقه يكسب يلعب. كابتن حسام ما بيلعبوش. كابتن حسام لما كان ماسك بيراميدز حصل بينه وبين لعيبة كتير مشاكل، فبالتالي هو في لعيبة كتير ما ضمهمش من بيراميدز علشان المشاكل دي، مش عشان مستواهم، منهم عمر جابر، هو بينه وبينه مشكلة مش عشان ما ضموش. انا مثلا ما بقولش عمر جابر يستحق يروح او ما يستحقش، احنا مش بنقول مين يستحق ومين لا، انا بسرد خبر وبقول معلومة عندي. هو كابتن حسام مش هياخد عمر جابر علشان في مشاكل من قبل كده، لا، المفروض انت راجل في منتخب مصر وامين ومسؤول على منتخب مصر، لو اخوك مش هيفيد منتخب مصر سيبه، ولو في لعيب انت ما بتحبوش وهيفيد منتخب مصر لازم تضمه. الحب والكره بعيد عن منتخب مصر، حتى ممكن يمشي معاك في الانديه، عندك بديل واثنين وثلاثه واربعه. النهارده ما عندكش بدايل، زي ما انت مش عايز يتفرض عليك لعيبه، محدش بيمسك منتخب مصر يحب يتفرض عليه ايه؟ لعيبه. طبعا انا يفرضوا عليا فلان، يفرضوا عليا كذا، يفرضوا عليا كذا. اللعيبه الكبار بيبقوا عاملين جروب واتس مع بعض، بيتكلموا مع بعض بقالهم اكتر من 5 سنين. في لعيبه ما طلعتش من الجروب ده على فكره، الجروب ده فيه محمد صلاح، في النني، في مصطفى محمد، في عبد الله السعيد، في طارق حامد، في ناس ما بتنضمش بس كبار بيكبروا لبعض. في مشكله عند حجازي، يا عم حجازي انت غلطان مع المدير الفني، يا عم اتاسف له، طب احنا نكلمه لك. اوعى تفتكر الكلام ده ما بيحصلش، الناس دي بشر والكلام ده بيحصل. لو انت حد ضحك عليك وانت فاهم ان الناس دي قطع شطرنج، روح يا حجازي يبقى يروح، ما تفتحش بقك عليا فلان يبقى ما يفتحش بقه، ده يبقى انت بتوهم نفسك. لا، احنا بشر، انا راجل في معسكر منتخب مصر، صاحبي اتخانق مع المدرب، صاحبي مشي، كلمه في التليفون، ايه يا عم زعلان ليه؟ عمل كذا 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 كذا. لا يا عم ما ينفعش، وانت برضه زهقت وما ينفعش وينفع. طب لو انا شايف المدرب معلش قليل، انا بتجرأ عليه، يا عم سيبك منه ده راجل مش عارف ايه، ده كذا ده كذا. الجرأة بتخلي السبحة تفرد زي ما بيقول. كابتن حسام لازم يلم اموره، يلم الموضوع، ربنا سبحانه وتعالى عداه على خير في مباراة بتسوانة، وكانت مباراة سهلة، وظروف بتسوانة اتبهدلت، خلت النتيجة عملت سكور مع كابتن حسام. مش كل مرة الظروف هتخدمك، ومش كل مرة تلعب بتسوانة، بكرة تخش بطولات مجمعة، اللعيبة هتبقى قريبة من بعض اكتر، وهتبقى قلبها على بعض اكتر من قلبها عليك، ماشي؟ فلازم تذبحنا واحده واحده. كابتن حسام لازم ياخد باله من المواضيع اللي احنا بنقولها دي، عشان مواضيع مهمه جدا، مهمه جدا. ربنا يوفق كابتن حسام ويوفق اللعيبه، ويالف برده الاوضاع اللي موجوده دي كلها، ويعني يكرم منتخب مصر في الخطوات اللي جايه ان شاء الله. خلاص اللعيبه هترجع معسكراتها، كله هيحضر ليه المباراة الإفريقية اللي جاية. الزمالك عنده مباراة قريب، والأهلي عنده مباراة، ثم مباراة السوبر الإفريقي المنتظرة اللي نخرج من الكلام عليها بصفقات الزمالك التي لا ينتهي الكلام عليها ولا تنتهي الصفقات أصلا، لأن الزمالك ما بيعملش صفقات بقاله يعني 15 يوم بيتكلم على أرونا بوبدينزا، الراجل محدش عارف عنه حاجة، راح نيجيريا، راح الجابون، راح السنغال، ركب طائرة مصر مرتين، راجل راح قاعد معاه هناك، قاعد في الجابون، ناس قالوا ميت من 3 سنين وهيطلعوا شهادة الوفاة بتاعته،
اللي الزمالك بيفاوضه هو بيتكتب عليه زيه زي علي بابا والأربعين حرامي، بيتكتب عليه أكتر من الكتب اللي اتكتبت في التاريخ والحرب العالمية التانية. والله اللي متابع الزمالك يعني، أنا عايز أقول لك الزمالك لو خلص صفقة بسرعة الصحفيين هتنام، مش تعمل حاجة، مفيش سسبنس. هل أنت سامع حاجة على الأهلي بقالنا أسبوع؟ هل أنت في حاجة بتعرف تتكلم عليها في الأهلي؟ أنت لعيب مثلا، أنت راجل أهلاوي، عايز تتكلم على إيه في الأهلي؟ ما أنتش عارف، لو اتكلمت هتتكلم فلس. إحنا كان نفسنا نجيب محمد بن رمضان من 10 أيام، من يومين كان نفسنا نجيب محمد بن رمضان، مفيش موضوع في الأهلي الأهلاوية يتكلموا عليه، مفيش موضوع. الأهلي قافل على نفسه معسكره وشغال. الزمالك بقاله 15 يوم بيجيب أرون أبو بدنس، الناس حبيبي ياسين منور يا حبيبي، الناس تبعت الخطوط الجوية الجابونية، ده بجد والله ما تريقة، وأنا قلت كده إمبارح، وبدأوا يخشوا يشوفوا الخطوط الجوية عليها أرونا ولا لأ، وأرونا رايح فين، ده ناس راحت قالوا راح نيجيريا، راجل مصري قاعد هناك زملكاوي راح قاعد معاه، إيه يا عم أخبار الزمالك وبتاع، أرونا باين قاعد معاه متعرفش يسوحه ولا إيه، قال له ده أنا ما مضيتش، الراجل كتب ما مضاش، جمهور الزمالك شتمه. طبعا أنت لو مش زملكاوي وأنا بحكي لك القصة دي هتبقى بص مش داري يعني، هتبقى حاسس ان انا عمال احكي لك في حاجات انا اسف يعني باللغه العاميه كده ايه، هرتله. لا ده مش هرتله، ده الزمالك، ده الزمالك اللي احنا بنقوله، ده الزمالك ومفاوضات مع لعيب، مفيش حاجه سالكه خالص. الزمالك يعني خلاص بعد عمر فراج او عمر فرج جاب محمد حمدي الباك الشمال من انبي، واتفرج بقى على محمد حمدي وكم الشروط اللي موجودة في العقد، وبيقولوا أستاذ أيمن الشريعي ضحك على إدارة الزمالك وحط لهم إن الزمالك كل ما يعدي دور في الكونفدرالية إمبي هياخد 300,000 دولار، يعني لو الراجل ما لعبش وإحنا عدينا دور ياخد 300,000 دولار، كل ما يعدي ياخد 300,000 دولار. طب نسب المشاركة بتاعته مش عارف هياخد عليها دي. إذا كانت الشروط دي صح أو غلط، هو اللغط والبنود والشروط والاسم الرباعي واسم الام والكلام ده، بص كل حاجه في الدنيا بتطلع من الزمالك، بس اي تفاصيل تانية لا. ما تعرفش لعيب مثلا، يعني مثلا فيوتشر جابت 17 لعيب ما فيش اي حاجه اتقالت عليهم، الاهلي جاب اللعيبه وجاب لعيبه كبار، والاهلي ده الاهلي اشرف داري، ده اسال اي اهلاوي جبتوا اشرف داري بكام، محدش هيعرف ولا حد هيفتكر الرقم اللي كان مكتوب كده. اسأل بقى الزملكاوية كده هتلاقي، بص من اول غرامة اجوجو هتلاقي فيه فلوس. ليه؟ النهاردة الزمالك حتى احنا في العنوان عندنا كاتبين ايه؟ كاتبين عندنا 300,000 جنيه و300,000 دولار. انا بتكلم يا كريم ان الناس، انا ما بقولش ان ده بند في العقد انا اعرفه، انا بتكلم على ان الناس عمالة تقول لك ايمن الشريعي، الناس قاعدة في بيتها وجابوا 700 بند، انا ما بقولش ان ده صح. الزمالك يدفع 300,000 دولار، يدفع 300,000 جنيه، لو كل جون محمد حمدي هيجيبه الزمالك هيدي ام بمليون دولار، احنا مالناش دعوه، اهم حاجه الراجل يلعب حلو والزمالك ياخد بطولات، هو ده اللي يهم الجمهور. الزمالك بقى يجيب فلوس منين يديها له ماشي، اللعيب طلع وحش والله لو ام اللي هيدفع للزمالك، الزمالك ادارته هتتشتم وهتتبان، اهم حاجه الراجل يلعب. النهارده حتى في العنوان بتاع اللايف انا كاتب، ودي طبعا اقتبستها من اخويا وحبيبي احمد مصطفى سنتياجو، الزمالك هيبني شباك كارته في النادي، لان احنا اكتر نادي اكتب عليه فيفا، الفيفا كل ما يحتاج فلوس يوم جاي كاتب زمالك، انتر يلاقي علينا غرامه ابعت كام الف دولار. النهارده الفيفا غرم الزمالك 200,000 دولار. ليه يا عم؟ قالك اتشيمبونج. ليه وجبتين غدا متاخرين؟ مش ممكن والله، مش والله يعني ليه وجبتين غدا، الزمالك فعلا اتغرم النهارده 200,000 دولار بسبب اتشيمبونج، كان ليه قسط 115,000 دولار، فال 115,000 دولار اتاخروا فطلع غرامه التاخير 200,000 دولار. الزمالك يا اخوانا بيحصل معاه حاجات والله، انت لو مش اهلاوي واتفرجت عليه فيعني
ما تتفرجش على افلام اكشن، ما تدورش على حاجه، سيبك بقى من الافلام الاجنبي والافلام العربي والكلام ده. حاول كده لو انت راجل بقيت، سيبك من في الكوره، اكره الزمالك وكده، انا عايزك تتفرج على الزمالك وصفقاته، والزمالك بيجيب اللعيبه ازاي، الوكلاء بتعامل الزمالك ازاي، الناس بتعمل ايه، الناس بتراسل الزمالك ازاي، اللعيبه بتيجي الزمالك ازاي. اتفرج، انا عايزك تتفرج، تلاقي راجل رئيس نادي احد، رئيس نادي احد السعودي، ده موقع القاهره 24، موقع محترم مش موقع شويه، صرح من شويه وقام قايل ايه، الراجل اللي هو كونراد، لاعب كونراد البولندي، قال لهم ايه، قال لهم الراجل على اعتاب الانضمام للزمالك. الزمالك طالع منه اخبار يقول لك ده جوزيه، ده جوميز مش عايزه. الراجل يعني رئيس النادي بيقول ان الراجل اسمه كونراد ميتشلك او ميتلك، الراجل بيقول الراجل خلاص هيخلص في الزمالك، ماشي. الزمالك يقول لك ده جوميز مش عايزه، امال الزمالك بيخلص فيه ليه؟ مش عارف. طب اصلا الزمالك عايز راجل تاني، مالي جوزيه جوميز عايزه، الزمالك مش عارف يجيب. طب السنغالي بقى سيدي نضاي، ده احلى حاجه بقى، السنغال دي والله العظيم بجد مش طريقة، من اطيب الناس اللي انا شفتها في حياتي. تجيب ابراهيم نضاي، الراجل يجي زي الفل، حتى في الملعب طيب خالص، ان شاء الله الراجل ده ما يطلعش زيه. سيدي نضاي بسم الله ما شاء الله لعيب كويس وموهوب، وجي تحت السن، مضى للزمالك، اتصور بتيشيرت، الصفقه تمت، لا جاب لنا وكيل لاعبين، ولا جاب لنا بقى لصوص، ولا جاب لنا نصابين، ولا جاب اي حاجه في اي حاجه، موضوع بسيط خالص. اما الراجل بتاع الجابون ده عمل للزمالك عقد، ده في ماتش مصر والجابون لو جينا نلعب في القاهره هتلاقي 80,000 زملكاوي في الاستاد الاهلاويه مش هيلاقوا تذاكر عشان يشجعوا ضد الجابون لو الراجل ده ما جاش، ولو الراجل جه هتلاقي برضو كل الجمهور قاعد زكاتات. الحقنا يا عم، شوف الموضوع ده، هتلاقي جمهور الزمالك كله قاعد بيشجع ارون، عايزه يجيب جول. الموضوع ما بقاش طبيعي، دي حاجه فعلا مش طبيعيه والله. حبيبي يا امير منور، نور يا حبيبي. ففعلا الزمالك الله يكون في عونه، يجي النهارده محتاج الزمالك 150,000 دولار يدوم للوكيل عشان يبعت يجيب ارونا، يلاقي جاي له 200,000 جنيه علشان اتشيمبون. لو سالت 10 زملكاويه، اتشيمبونج ده جبناه منين ومين اللي جابه، الناس مش هتفتكر. يعني انا مش انا فعلا يعني انا مش عارف اتشيمبونج ده يا جماعه لعب ماتش ايه، ده ما لعبش يعني، هو لو لعب الماتش ب 1000 دولار مش هيبقى ليه 200,000 دولار، لو لعب الماتش ب 100,000 دولار هو ما لعبش ماتشين، هندفع له 350,000 دولار غير اللي خدهم، مش ممكن يعني، ده ايه؟ انا ما اعرفش والله. النادي الوحيد اللي بيدفع، دي حاجه انا ما شفتهاش في حياتي قبل كده. الفيفا فعلا فعلا اي موظف في الفيفا ما قبضش، رئيس الفيفا بيخش يكتب زمالك، يدوس انتر، يطلع اي ورقه بايظه من عندنا، تعالى الزمالك في الحوار ده هيلبس غرامه، ابعت يا زمالك كذا على ما نشوف لك اي حاجه تانية، يا اما اديني يا اما نقفل القيد. الزمالك خلاص يعني مفتاح القيد ده بقى مع بتوع اعضاء الفيفا كلهم، ما بقاش مع واحد بس. فاحنا والله العظيم ربنا يعني يعلم بالزمالك وبجمهور الزمالك. اما الاهلي الله اكبر الله اكبر، الاهلي لو عايز يقفل القيد على الفيفا هيقفله، لو عايز الفيفا ما يقيدش الريال مدريد لعيبه هيخليه ما يقفلش، ما شاء الله والله فعلا عندهم الله اكبر ثبات فظيع. لا تقعد تقول لي بقى امسك الخشب ولا امسك الحديد ولا الكلام ده، فعلا الاهلي بسم الله ما شاء الله بجد بقى منظومه محترفه محترفه، اخطائها قليله، اخطائها ما بتتكررش، واخطائها مش كبيره، والناس بتذاكر ورا بعض، بيكملوا ورا بعض، انا بكمل وراك وانت بتكمل ورايا وانت بتكمل ورايا وده بيكمل ورايا وده بيكمل ورايا، فالسور كلها مسدوده، دي حقيقه على فكره. اما الزمالك حتى لو احنا كويسين، انا بفوض ارونا عن طريق الوكيل بتاع اسيا، وانت بتفوض ارونا عشان تبقى انت اللي جايبه، فبتكلم واحد صاحبه في افريقيا، وانت الاداره دي لو خمسه قعدوا مع بعض اتفقوا واحد يساوي يجيب الواد من ايده كان جابه،
دي مش قضية يعني انت الزمالك يعني. فالله المستعان، الواحد والله العظيم ما عارف يقول ايه يعني. ربنا يكون في عون جمهور الزمالك. خلاص باقي النهارده اللي هو صباح الاربع، الخميس القيد الافريقي يقفل، وانا ما اتمناش القيد الافريقي يمتد تاني علشان الزملكاويه خلاص يعني حالهم بقى صعب جدا. فالله يكون في عونهم. الاهلي خلاص سيستم فرقته قفلها، الزمالك بقى يتوكل على الله ويستعد للماتش بتاع بطولة افريقيا، ثم يستعد لايه للسوبر الافريقي، ونشوف مباراة كويسة تليق بمستوى الكرة المصرية، وربنا يكتب التوفيق للي يستاهل وللي يلعب كويس وللي يعني يستحق التوفيق. حتى بالنسبة حتى لمباريات النهاردة، عندي حتى مفاجأة دلوقتي، كولومبيا كسبانة الأرجنتين، كولومبيا كسبانة الأرجنتين 2-1، في يعني نتيجة مفاجأة بالنسبة لي الصراحة. الأرجنتين عاملة نتائج كويسة جدا، الإكوادور وبيرو 0-0، ولكن برضو بوليفيا كسبانة تشيلي 2-1، وأوروجواي متعادلة مع فنزويلا بس الماتش لسه بادئ. و لسه بقى البرازيل هتلعب باراجواي الساعة 3:30 للناس اللي صاحيين ومش هيناموا، لسه بادئ، لسه فاضل ربع ساعة لماتش الأرجنتين. لما نشوف الأرجنتين هتعمل إيه، ليه متابعين ميسي طبعا هيبقوا متابعين ومتحفزين على النتيجة. النهارده خلصنا اللايف بتاعنا، بكرة بإذن الله نشوف قصة أرونا وبدنزا، ونشوف إذا كان إحنا عندنا اللايف بتاعنا الحلقة 11، فأرونا ده هيبقى له الحلقة 1111 وال100111، وأعتقد الحلقات دي مش هتخلص. فدايما تابعوا إن شاء الله كل يوم حلقة، نشوف أرونا وبدنزا هيوصل معانا لفين. بكرة بإذن الله الكرة المصرية والعالمية، شوف نجوم المنتخب، شوف آخر الإصابات، طبعا برضه على أشهر بكرة كل حاجة بإذن الله. النهاردة كان حاجات مبدئية كده بسيطة، نطمن على الصفقات فعلا بشكل جدي، صفقات الزمالك وصلت فين، الأهلي قفل صفقاته ولا لأ، في كابتن بيقول في صفقة حارس مرمى جامدة في الدوري المصري، معرفش هتبقى إيه. طبعا الدوري المصري مفيهوش محترفين، فهيبقى في حد من دوري المحترفين هيطلع فوق، الحد من فوق هينزل تحت، الحد ايه من الممتاز بيطلع في دوري الممتاز. هنشوف بكره باذن الله، بكره يعني شويه ونتكلم ونتناقش مع بعض، وهيبقى في برضه تفاعل بيننا وبين التعليقات في بعض المواضيع الخاصه بكره القدم. هنحضر تاني الفانتازي، الماتشات خلاص قربت تخلص اعتقد بكره، وكل واحد يرجع مكانه، ونشوف مين اللي اتصاب، وانت جبت مين، وهتبدل مين، وهنكابتن مين، واخبار هالاند ايه. كل ده باذن الله نشوفه بكره. تصبحوا على خير.